بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، أسعدتم صباحا، متمنين لكم الصحة والسلامة الدائمة لكم ولعوائلكم الكريمة. حقيقة راح نتطرق في هذا السلايد لأهم التعاريف اللي مرت علينا سابقا وتحدثنا فيها، مثل موضوع الهيتروجينيوس رياكشنز. وعرفنا الهيتروجينياس والهوموجينياس. أول واحدة هي الهوموجينياس رياكشنز اللي قلنا تحوي على طور واحد، والهيتروجينياس هي أكثر من طور، مثل الطور الغازي، طور الصلب، والطور الليكويد اللي هو طور السائل. حقيقة أيضا من التعاريف الأساسية اللي تحدثنا عليها سابقا هو الريفرسابل رياكشنز والريفرسابل رياكشنز. الريفرسابل هي التفاعلات اللي تتم باتجاه واحد، قلنا مثل الأي يتحول إلى البي، والريفرسابل والريفرسابل رياكشن اللي هي التفاعلات العكسية تتم باتجاهين، أي تتحول إلى بي وبي تتحول إلى أي، إلى أن نصل إلى حالة الاتزان اللي ما تسمى بالإكوليبريوم، واللي هي من الأمور المهمة عندنا في الهندسة الكيميائية وفي التفاعلات اللي تحدث. أيضا من الأمور المهمة اللي نتحدث عنها بالكاينتيك باراميتر والريت لو هو حديثنا عن الكاينتيكس. ما هو الكاينتيكس؟ الكاينتيكس هي ميكانيكية التفاعل اللي تحدثنا بها سابقا أيضا، وقلنا إذا كان عندنا تفاعل A يروح إلى B، هذه الحركية، هذه الميكانيكية اللي تحدث للتفاعل، هذا ما يسمى بالكاينتيك. ولذلك الكاينتيك هو المجال اللي يخص او الذي يتعلق بموضوع السبيد اوف رياكشن، سرعه التفاعل. فتشوف كل ما كان التفاعل سريع كل ما يتم بوقت وب يعني انتاجيه جيده، في حاله انه سرعه التفاعل تؤدي الى الوصول الى المواد الناتجه بوقت مثالي. ايضا الكاينتيك هي تعطينا تفسير انه كيف يتم هذه ظهور النواتج اللي موجودة عندنا. خلينا نلاحظ الفيجر اللي امامنا الشكل، واللي ايضا اطلعنا على فيجر مشابه له في محاضراتنا السابقة في لقاءاتنا السابقة. تشوف المادة اي هي دائما تضمحل من تركيزها العالي وفي تناقص مستمر مع التفاعل، بينما المادة B اللي هي المادة الناتجة هي تزداد مع التفاعل. وهذه هي حقيقة ما يتعلق بموضوع الكاينتكس. الريت اوف رياكشن، التعريف الآخر، الريت اوف رياكشن هو دراسة ايش قد سرعة هذا التفاعل. إذا الريت اوف رياكشن هو ندرس كيفية تتم سرعة هذا التفاعل، وبنفس الوقت شلون المواد المتفاعلة، ما هي how the reactants converted into products، شلون هذه المواد المتفاعلة شلون الأي تتحول إلى بي، فهذا أيضا هو جزء من الريت اوف رياكشن. لذلك راح نقول في التعريف الثالث اللي موجود بهذه السلايد، the rate of reaction اللي هو الار سب اي هو دالة علما للconcentration، هو function of concentration، هو دالة أيضا للتمبرتشر، أيضا هو دالة للبرجر يعتمد عليهم، ويعتمد على نوع الكاتاليست، العامل المساعد المستخدم. إذا الريت اوف رياكشن هو دالة لكل هذه الأمور ويعتمد عليها بشكل أساسي. في نفس الوقت النقطة الثانية هو independent on the type of reaction system، هو ما يعتمد على نوع المفاعل، إذا batch reactor or plug flow reactor or CSTR reactors. زين، إذا هو ما يعتمد على الـ type of reaction system، وإنما يعتمد على الأمور السابقة تحدثنا عنها. وفي نفس الوقت هو في التعبير الرياضي هو algebraic equation not a differential equation، وليس معادلة بالـ differential form الشكل مالتها، وإنما هي معادلة جبرية في تفاصيلها. النقطة الرابعة اللي تخص الريت اوف رياكشن، الريت اوف رياكشن هو لكل وحدة ويت اوف كاتاليست اند ريت اوف رياكشن هو يونت اوف فوليوم لكل وحدة الحجم. وهذه حقيقة
يعني راح نقدر نلمسها من خلال المعادلات والتعابير الرياضية اللي راح ناخذها. في هذا السلايد أيضا نتحدث عن الريت لو اللي تحدثنا عنه وقلنا هو معادلة جبرية. فإذا الماينس ار اي هو يساوي كي في الفانكشن للكونسنتريشن مال المادة المتفاعلة اي في المادة المتفاعلة بي. اوكي، فإذا هذه المواد او هذه المواد المتفاعلة هي اساسا تأتي وتحدد ما هي الريت اوف رياكشن، وفي نفس الوقت الكي هنا هي الريت كونستانت، ريت رياكشن كونستانت، وتعتمد باعتماد كلي يعني على تفاصيل التفاعل. وفي اغلب الاحيان الكي از نوت constant at a given temperature، يعني تتغير مع درجة الحرارة، وراح نشوفها من خلال الأرينيوس equation اللي راح ناخذها بالسلايدات الأخيرة من المحاضرة، انه الـ K هي function للـ temperature ونقدر نحسبها من خلال الأرينيوس equations. اذا الـ rate law is independent on reactors، مثل ما ذكرنا انه ما تعتمد على الرياكتور type الا batch او CSTR. وبنفس الوقت الفاكتور اللي هي الفاكتم ريت كونستانت عندي للريت كونستانت ايضا يعتمد على التمبرتشر، يعتمد على نوع الكاتاليست، الكاتاليست تايب، ايضا الريت كونستانت يعتمد على البريشر. وعادة في اغلب التفاعلات عندما تكون الضغوط قليلة وواطئة ممكن ان يعني تأثيرات البريشر على الريت كونستانت تكون نيجليجبل باغلب الحالات، ولكن باتجاه كبير انه الكي اللي هو الريت كونستانت لاي تفاعل هو يعتمد اعتماد كلي على التمبرتشر بالشكل الاساسي، وكذلك على الكاتاليست تايب اللي موجود. ايضا من الامور الافكتنج الريت كونستانت الفاكتور الافكتنج الكونسنتريشن اللي هو تركيز المواد اللي موجوده عندي بالتفاعل هو البريشر كلش مهم، وعندي التمبرتشر كلش مهم مع التفاعلات، وهذا شيء بديهي عندنا في المفاعلات. ناخذ ايضا بعض التعاريف والتعابير الرياضية في هذا السلايد. rate of reaction هو مولات of this appearing of formation or formation لكل وحدة volume per time، اللي هي مولات الـ disappear اللي تتلاشى تضمحل. اوكي، وهذا هو تعريفنا الاساسي لكل وحدة فوليوم في الزمن، او نقدر نقول هو الـ rate of reaction هو عبارة تغير بالـ concentration لكل وحدة time، التغير بالـ concentration لكل وحدة time. وحقيقة الـ concentration هو الكتلة في التراكيز او المول فراكشنز، بعدين راح نشوف التعبير مالتها اللي هو الاكس عند الزمن الثاني ناقصا الاكس عند الزمن الاول على فرق الزمن اللي هو الزمن الثاني ناقص الزمن الاول في اي فتره زمنيه نتحدث عنها، وهي بوحده. وهذه حقيقه راح ناخذ التعابير مالتها بشكل واضح وشكل جلي بعدين في بعض التعابير الرياضية اللي وحداتها راح تكون مول لكل لتر لكل ثانية. الماينس ار اي هو الريت اوف اي رياكتنت اللي هي disappearance per unit volume، والار بي بالنسبة للمواد الناتجة اللي هو الفورميشن اللي هو ريت اوف فورميشن اوف بي اللي هو البي برودكت باعتبار المعادلة اللي نتحدث من عنها هي الاي تروح الى نواتج هي البي. تعريف مهم جدا واللي راح يستمر ويانا خلال الكورس هو تعريف ما يسمى بالconversion التحول، نسبة التحول، نسبة التحول من المادة المتفاعلة هي الأساس في عملنا في تفاصيلنا في التصميم الخاص بالمفاعلات مثل ما تحدثنا به سابقا. الconversion is the fraction or percentage هو نسبة أو الجزء of the more important or limiting reactants that is consumed، المادة اللي تتفاعل اللي تستهلك، يا مادة المادة limiting reactants
المادة المحددة للتفاعل. من هي المادة المحددة للتفاعل؟ هذه حقيقة راح نتعرف عليها من خلال الأمثلة، من خلال التفاصيل اللي هي تعتمد عليها الخطوة المحددة للتفاعل، اللي هي الخطوة البطيئة اللي تحدثنا بها، الخطوة اللي تكون أبطأ خطوة من الخطوات اللي تحدث بالتفاعل، وبالنتيجة تأثر على سرعة التفاعل. فهذه المادة المحددة اللي هي تحدد الخطوة البطيئة هي الأساس في تحديد المادة أو سير التفاعل. فلذلك المواد المستهلكة راح يكون عندي تعريف، التعبير الرياضي لconversion X هو مول of A reactant، هو عدد مولات المادة A المتفاعلة على عدد مولاتها الأصلية بالفيت، إيش قد كان تركيزها أو عدد مولاتها. فهذا الفراكشن، هاي النسبة، هاي النسبة المئوية هي تسمى الconversion، إيش قد تحولت. دائما احنا بمفاعلاتنا ذكرت لكم بلقاء سابق انه دائما نطمح انه الconversion يكون فترقم كبير 95% 90%، نطمح، ولكن بعض التفاعلات ما تنطينا هذا المجال. لذلك احنا دائما نستخدم عوامل مساعدة حتى نوصل التفاعل الى درجة عالية. ايضا راح نعبر عنها بالتعبير الاخر اللي هو for reactant A mole fractions او الconversion، راح يكون عندي عدد المولات الأصلية اللي هي الـ N capital sub A naught minus الـ NA اللي هي عدد المولات في أي زمن احنا نتحدث عنه اللي ناتجة من التفاعل، ومقسوم على عدد المولات الأصلية بالفيد اللي داخل، وبالنتيجة رياضيا راح يصير 1 minus NA على الـ NA naught. هذا هو تعريف الconversion واللي هو قلنا تعريف مهم بالنسبة في تفاصيل العمل الخاص بالمفاعلات. التعريف الآخر هو definition of yield. الواي اليلد الانتاجية، إيش قد هذا التفاعل انطاني انتاجية، إيش قد هاي المادة تفاعلت وطتنا انتاجية. معيار مهم في الهندسة الكيميائية، وطالبناكم بأول لقاء أن تزودونا بهومورك خاص بتعريف اليلد. إذن هي الـ amount of desired products أو products produced relative to the amount that will be had been formed، على عدد المولات اللي تكونت أو produced if there were no byproducts and the main reaction went to compilation، على اعتبار أنه الconversion عندي 100%، أنه جد الانتاجية لو اعتبرت أن الconversion عندك هو 100%، ما عندي باي برودكت. باي برودكت هذا المصطلح انه مواد ناتجة ثانوية، اوكي. وعليه التعبير الرياضي لليلد الواي هو مولز اوف برودكت فورمت، مولات البرودكت اللي انتج على الماكسيمم مولز اوف برودكت، على الماكسيمم مولز، على عدد المولات الكلية للمادة الناتجة لو اعتبرنا انه الconversion 100%، يعني الاكس يساوي 1. تعريف اخر مهم ايضا طالبناكم به سابقا كهومورك هو تعريف السلكتيفيتي الانتقائية. الانتقائية هي تعبير على المواد الناتجة اللي يصير عندي، تعبير على الديزايرد برودكت، المواد المفضلة. التفاعل اللي امامكم الان في هذا العنوان هو عندي الاي تروح باتجاهين، الأي ممكن تتحول إلى المادة B والريت كونستانت هو الكي 1، والمادة A ممكن تروح إلى C. C ما مرغوبة، ما أحتاجها، ما أحبها، أتمنى تكون في أقل مستواها، ولذلك البي هي المادة المفضلة. ودائما نشجع الكي 1 التفاعل الأول أنه يحدث، ما نريد الكي، نتمنى الكي 2 ما يحدث. ولذلك تعريف السلكتيفيتي هي الـ amount of desired product على الـ amount of undesired، على عدد المولات شنو الغير مرغوب بها. ولذلك الأساس هذا السلايد اللي أمامنا هو تطبيق على الـ conversion اللي تحدثنا عنه. فإذا اعتبرنا هذا التفاعل اللي أمامنا اللي هو الـ A زائدا الـ B باتجاه واحد يروح إلى C إلى D،
وكل وحده من عندهم قدامها المولات مالتها اللي هو السمول اي سمول بي والسمول سي والسمول دي. بنفس الوقت هذا التفاعل راح نعتبر عندنا الماده الرياكتانت هي الماده الليميتنج رياكتانت هي الماده الاي، فراح نقسم عدد المولات اللي موجوده عندنا نقسمها على اي، ولذلك هنا نشوف الاي كابتل صارت بالمعادله خاليه من المولات امامها باعتبار قسمت عدد مولاتها على البقيه، ولذلك صار اي زائدا بي على اي في كابتل بي تؤدي الى سي على اي في كابتل سي زائدا دي على اي قسمنا على الاي في الكابتل بي. وهذه حقيقة راح يكون عندي تعريف الكونفرجن اللي سبق أن ذكرناه بالسلايد السابقة. الكونفرجن اللي هو قلنا مولات المادة أي رياكتد اللي تفاعلت على عدد مولات الأي بالفيد. فبالباتش رياكتر الكونفرجن يكتب بهذه الطريقة اللي هي بالمولز نمبر أوف مولز اللي هو الان أي ماينس الان أي على الـ NA initially بالفيد. وبالفلو رياكتر الـ CSTR الـ Plug Flow Reactor الـ Conversion يكتب بدلالة الـ F اللي هي عدد المولات per time، وهذا حقيقة أخذناه من التعاريف الأساسية في محاضرات سابقة وراح نركز عليها بمحاضراتنا وأمثلتنا والحلول اللي بيها. وصار عندنا تصور شنو الـ Reversible والـ Irreversible Reactions اللي هي أساس أغلب المعادلات اللي نتحدث عنها في التفاعلات. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا وراح نرتكز عليه في عملنا ويجب أن يكون واضح عندنا، هو موضوع ما يسمى بالاستوكيومتري. الاستوكيومتري هو التعامل مع هذه الأرقام اللي موجودة عندي بالمعادلة الكيميائية الخاصة بالرياكشنز. ليش؟ لأن كل التصميم مالتي، كل الشغل، كل الكاينتيك اوف رياكشن، كل الريت اوف رياكشن هو يعتمد على الاستوكيومتري. هذه النمبر اوف مولز اللي تظهر امام المواد المتفاعلة اللي هي نفس الاكويجن اللي نتحدث عنها اللي هي الاي زائد البي يؤدي الى نواتج سي زائد دي. هذه السمول نمبرز، السمول اي، السمول بي، السمول سي، السمول دي، هذه تمثل حقيقة هي الاستوكيومتري بالإكواجين وحالة الاتزان اللي نتحدث عنها في موضوعات التفاعلات الكيميائية. لذلك الريت اوف رياكشن اوف اي تقسيم شنو؟ تقسيم الماينس اي. ليش ناقص؟ لأن مواد شنو؟ قاعدة تتناقص، قاعدة تستهلك باعتبارها، ويساوي هذا الريت مالها ويساوي الريت اوف البي ماينس بي ويساوي الريت اوف رياكشن مالت من مال السي على السي، اوكي، ويساوي الريت اوف رياكشن للماده دي على الدي. الدي هي الاستوكيومتري مالتها، الاستوكيومتري. فاذا طريقه حساب الاستوكيومتري بهذا الطريقه اللي هو الريت اوف اي على الاستوكيومتري مالته على عدد المولات مالته، الاشاره السالبه انه هو دا يتناقص، ويساوي الريت اوف رياكشن للمادة B على الماينس B اللي هو rate of reaction المادة ده تتناقص، ويساوي rate of reaction للمادة C على C اللي هي عدد المولات اللي ظهرت بالمعادلة، ويساوي عدد المولات للمادة D، وD أيضا موجبة لأنها مادة ناتجة. هذه هي reaction stoichiometry، هذه يجب أن نحفظها وتكون واضحة عندنا لأن أصبحت بديهية أي تفاعل نتعامل معه بهذه الطريقة وبهذه المنهجية العلمية بالتعامل مع الـ relative rates of reactions في تفاصيل التفاعل. خلنا نأخذ مثال، هذا المثال اللي أمامكم اللي يتحدث عن التفاعل الاثنين مول عندي من أكسيد النيتروجين زائدا الأكسجين يؤدي إلى اثنين مولات من ثاني أكسيد النيتروجين. هذا هو التفاعل. فإذا فرض عندي بالسؤال، وهذا هو السؤال اللي أمامنا، إنه إف الأكسيد ثاني أكسيد
النيتروجين اللي متكون عاد 4 مول لكل متر مكعب على الثانية، فالريت مالتها اللي هو بهذا الشكل كتبه. What is the rate of formation of NO اللي هو أكسيد النيتروجين اللي هي المادة المتفاعلة؟ هنا يسأل، وهنا راح يكون عندنا الجواب بالشكل التالي. أوكي، راح يكون الجواب بالشكل التالي، هو أنه نكتب الاستوكيومتري مثل ما تعلمنا فوق، نكتب الاستوكيومتري. فالمادة اللي تحدث عنها هي الأكسيد النيتروجين، المادة المتفاعلة، تحتها راح يكون سالب 2. ليش؟ لأن قلنا مادة شنو؟ متفاعلة، ويساوي الريت أوف رياكشن مالت من؟ مال الأكسجين اللي هو مادة متفاعلة، مولاتها بالإكويجن مالتها 1، فإذا سالب 1، وتساوي الريت أوف رياكشن للمادة الناتجة اللي هي أكسيد النيتروجين على 2 اللي هي عدد المولات مالتها ظهرت بالإكويجن. وبالنتيجة راح يكون عندي بالشكل التالي، هذه هي المعادلة. ومثل ما نشوف بالسهم هذا الصغير المؤشر، انه هذا هو قيمته، انطانا اياها بالمسألة مالته اللي هي 4 مول، ويسأل عن الـ NO اللي هي بالمواد المتفاعلة. اذا نقدر نحسبها مباشرة وفق الوحدات اللي موجودة عندي، وبالنتيجة راح تصير عندي الـ rate of الـ NO اللي يسأل عنها هو ماينس 4 مول لكل متر تكعيب لكل ثانية. هكذا نحسب الـ rate of reaction لهذه المادة المتفاعلة اللي طلبها بالسؤال باعتبار انطاني من خلال استوكيومتري. إذا الاستوكيومتري هي مهمة جدا، من خلالها راح أقدر أوجد المجاهيل. لربما يسأل عن الأكسجين بنفس الطريقة نقدر نوجدها، وهكذا بالنسبة للبقية اللي موجودين بالتفاعل. أيضا نستمر بحديثنا والأمثلة حول موضوع الاستوكيومتري والريلاتيف ريتز اوف رياكشنز. عندنا exercise or examples، تمرين. هذا التمرين يقول عندك التفاعل التالي اللي هو 2A زائد 3B يؤدي كمواد ناتجة 5C. هذا التفاعل is carried out in reactor، يتم في أحد المفاعلات. If at practical point the rate of disappearance of A الاضمحلال مال المادة A هو 10 مول لكل دي سي متر بالثانية. هذه هي التفاصيل الخاصة بالمادة اللي هي المادة A اللي قاعدة تضمحل. ايش يطلب بالسؤال؟ What are the rates of B and C؟ السي هو نواتج والبي هو مادة متفاعلة، ايش قد الريت مالتها؟ فإذا من ينقذنا في هذه الحالة؟ ينقذنا موضوع الاستوكيومتري. من خلال الاستوكيومتري البسيطة اللي تعلمناها نضع المعادلة أمامنا اللي هي 2A زائد 3B على 5C، ونضع الريت هنا الريت مال الأي تحت سالب 2 ويساوي الريت مال البي تحت سالب 3. وعرفنا ليش سالب؟ سالب لأنهم مواد شنو؟ متفاعلة، قاعد تضمحل هذه المواد. وتساوي الريت مال المادة الناتجة اللي هي الريت سي على 5. هكذا راح نقدر نحسب الريت اوف رياكشنز، وبالنتيجة بعد ما نضع المعادلات والريت اوف رياكشنز راح نقدر نحسب الريت اوف بي اللي هو طالبة عندي باعتبار الريت اوف اي هو منطينا اياه بالسؤال، قايل الديسابيرنج مال المادة اي هو 10 مول. خلاص اذا اصبحت معلومة عندي، ولكن الريت اوف اي اخذ سالب 10. ليش سالب؟ لان قلنا شنو؟ قاعدة تضمحل الاي باعتبارها مادة يعني متفاعلة في التفاعل، وبالنتيجة اقدر احسب الريت اوف بي. ايضا البي اخذ اشارة سالبة. ليش؟ سالب 15 مول لكل دي سي متر مكعب بالثانية، لان مادة ايضا متفاعلة.
وفي نفس الوقت أقدر أحسب الـ rate of c، والـ rate of c هو 5 على سالب 2 في مضروبة في سالب 10 مول لكل دي سي متر تكعيب لكل ثانية، والناتج راح يكون 25 مول لكل دي سي متر تكعيب بالثانية. الاكسرسايز الآخر، التمرين والتطبيق الآخر أيضا، يعني عندنا مثال يتحدث عن عملية احتراق أوكسيديشن يصير ل burn of غاز البيوتان، وال rate of reaction مالته يعني هو في معدل 0.2 مولر على الثانية، وال reaction equation هي كالتالي: عندك بالطور الغازي غاز البيوتان يحترق بوجود الأكسجين، وفي نفس الوقت يولد، أكيد راح يولد غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، والجميع هم بالطور الغازي من خلال موازنة الأرقام اللي موجودة. فعندي راح يصير 2 مول من البيوتان مع 13 مول من الأكسجين ينطيني 8 مول من ثاني أكسيد الكربون و10 مول من البخار الماء. فهنا يطلب what is the rate which oxygen concentration is decreasing، بأي مدى يتناقص الأكسجين. الأكسجين هي مادة متفاعلة، يسأل عنها. والمطلب الثاني: what are the rates at which the product concentration are increased، شلون المواد الناتجة تزداد. زين، المواد الناتجة من هي؟ واحدة لو اثنين؟ لا، اثنين. اذا كأنما يسأل عن الاثنين معا، يسأل عن ثاني اكسيد الكربون ويسأل عن بخار الماء كيف يتكونان. فاذا بنفس الشيء اللي تعلمناه، الحل راح يكون كالتالي، اللي هو الـ 0.2 اللي هي عدد مولات الاحتراق مع الغاز غاز البيوتان مضروب 13 على 2 نسبة وتناسب، وبالناتج يكون عندي 1.3 is the rate of oxygen consumed، بينما للفرع بي للمواد الناتجة راح يكون 0.2 مولر على سكند مضروب في 8 على 2 اللي هي مولات من نسبة وتناسب، قلنا مولات الثاني أكسيد الكربون على 2 اللي هي مال الاثنين، هي العائدة المن عائدة للغاز اللي نتحدث عنه اللي هو غاز البيوتان، والناتج هو 0.8، هذا هو ثاني أكسيد الكربون، بينما بخار الماء راح يكون أيضا 0.2 مولر على سكند مضروب بمن؟ مضروب بالعشرة اللي هي مولاته، مولات بخار الماء على النسبة مالت الغاز الناتج. إذا فادتني الاستوكيومتري حتى أحصل على كمية المواد الناتجة، وبالنتيجة حقيقة تكون الأمور واضحة عندي. وهذا الآن راح نتحدث عن موضوع مهم جدا حقيقة، هو ما يسمى بالباور لو موديل عند الإليمنتري ريت لو. الباور لو موديل هو فد موديل رياضي يستخدم للتعبير عن الكينيتيك اوف رياكشنز، يعني للتفاعلات اللي نتحدث عنها. لو كان عندي مادتين بدها تتفاعل، هي المادة A والB حتى تعطيني نواتج، فالريت اوف رياكشن ماينس ار اي هو يساوي الكي مضروب في السي كونسنتريشن مال المادة A مرفوع تو باور اللي هي الفا مضروب في الكونسنتريشن مال المادة الثانية اللي هي البي مرفوع تو باور هو بيتا. هذا يسمى الباور لو موديل. الباور لو موديل ينطبق للتفاعلات الإليمنتري. التفاعلات الإليمنتري هي اللي تحصل بستيج واحدة بمرحلة واحدة، أوكي، وتخضع لهذا الشكل من الريت اكويجنز من الباور لو موديل. هذه هي تخضع لها الإليمنتري رياكشن، وراح ناخذ بعض الأمثلة وتكون واضحة عندكم بالخطوات اللاحقة. فالفور الكيميكال رياكشن أو الريت رياكشنز، الألفا هو الأوردر، أوكي، الخاص بالرياكتانت with respect to reactant،
البيتا the rate of reaction is beta order with respect to reactant B. هنا إذا تابع للمادة A، وشبناها هي بالباور وفق المعادلة هاي اللي بالمربع الأزرق، إنه هي الأس الخاص بالمواد المتفاعلة A والمادة المتفاعلة A والمادة المتفاعلة C للكونسنتريشن مال البي للباور بيتا. فهذا فد نوع من التعبير حتى يكون عندنا واضح في التفاصيل. ومثل ما تحدثنا سابقا انه دائما الاي هي اكيد تنطين برودكت، والماينس ار اي هو ديسابيرنج، يعني الماده الاي هي متناقصه، لذلك نكتب ماينس ار اي. والوحدات مجرد للتذكير انه هي عباره عن وحدات كونسنتريشن بير يونت تايم، والكي اللي هو الريت كونستانت يكون عبارة عن الكونسنتريشن بير تايم، والكونسنتريشن مرفوع تو باور 1 ماينس ان. وهذا راح نتعرف عن الريت اوف رياكشن التفاعل. هذا السلايد مهم جدا الحقيقة، راح يخليني اطلع عن نوعية التفاعلات اللي تحدث عندنا في الهندسة الكيميائية. اليونت اوف ريت كونستانت، اذا افترضنا عندنا تفاعل اللي هو الاي يعطيني برودكت، فالريت كونستانت مالتي راح يكون تو باور التفاعل للزيرو اوردر رياكشن. نعم هناك تفاعلات زيرو اوردر رياكشن، ولذلك الماينس ار اي التعبير الرياضي مالتها ماينس ار اي يساوي كي اي، اي ما يعتمد على من على التراكيز، ففقط ريت كونستانت. وهذه بالزيرو اوردر اللي هو الان راح يكون ايش قد يساوي زيرو، وهذه هي المعادله الخاصه بها. والمولات هي مولات الكي فقط اللي هو المول لكل دي سي متر تكعيب بير سكند. للفيرست اوردر رياكشن هذا ايضا شكل مالوف عندنا، احنا تحدثنا به سابقا، اللي هو الماينس ار اي يساوي الكي اي في السي اي، والريت اللي هي اليونت وحدات الكي الريت كونستانت بالفيرست اوردر. شلون نعرفه؟ انه الريت كونستانت مالته اليونت هي اس او سكند تو باور ماينس 1، وهذه هي الوحدات المألوفه لتفاعلات الفيرست اوردر. ايضا نتحدث عن الاليمنتري رياكشن اللي قلنا تحدث ب سنجل رياكشن ستيب بخطوه واحده، اوكي، اللي يعني الاي تروح الى برودكت مثل ما موجود باليوني موليكولار رياكشنز، اوكي، اللي هي احادي، تفاعل احادي، اي ماده اي وحده تنطيني شنو؟ تنطيني برودكت، او باي مولكيولار رياكشن. باي مولكيولار يعني باي يعني اثنين مادتين متفاعله اللي هو الاي زائد البي يعطيني برودكت. فهذه حقيقه هي نوع من انواع الاليمنتري ريت رياكشن. و الريت اوف رياكشن نقدر نقول عليه يتبع الاليمنتري ريت اوف رياكشن اذا الاستوكيومتري كونديشنز ار ايدنتيكال to the reaction order of each species. إذا كان معرف وعندنا واضح، وقلنا تكون شنو؟ تأخذ التعبير الخاص بها. أيضا نشوف هذا التفاعل اللي أمامنا اللي تحدثنا عنه سابقا هو non-elementary، يعني هذا التفاعل اللي بالمثال السابق مر علينا، والآن سنتحدث عن المعادلة مالته اللي هو الاثنين أكسيد النيتروجين زائد الأكسجين يعطيني اثنين ثاني أكسيد النيتروجين. هذا شنو؟ non-elementary reaction. هذا التفاعل ما ممكن أن نضع في قوانين الريت لو الخاصة بالelementary reaction، بسبب أنه يعتمد على ضغوط الغازات اللي موجودة عندنا، ويأخذ منحة اللي هو اللانجماير. بعدين نشوف هذه الشيب الشكل المعادلة اللي نسميه اللانجماير، يعني عندي بسط ومقام في تفاصيل الريت مال رياكشن، وليس الريت البسيط اللي تحدثنا عنه
سابقا الخاص بالإليمنتري رياكشنز. هذه بعض الأمثلة موجودة عندنا بالكتاب حقيقة بالمصدر اللي موجود عندكم، اللي هو example of reaction rate law. مثلا عندنا الفيرست اوردر، مطيني بعض الأمثلة وبعض المعادلات الخاصة بها يجب أن نطلع بها ونقراها ونفهمها، اللي هي أمثلة توضيحية. مثلا التفاعل اللي أمامنا هو تفاعل غازي، واللي هو ينطيني بالفيرست اوردر رياكشنز، التفاعل الثاني أيضا فيرست اوردر رياكشنز وهكذا. ومثال آخر في منتصف الصفحة اللي هو عندي البي اللي هو second order rate law، هذه أيضا تفاعلات تعتبر second order reactions باعتبار عندي مادتين أساسية متفاعلة، فالتفاعل هو الأنمال تيكون second order، وهكذا بقية التفاعلات. السلايد اللي بعدها، هذا السلايد يتحدث عن النون elementary rate law. النون إليمنتري قلنا شنو؟ ما يخضع علما، ما يخضع للباور لو اللي تحدثنا عنه سابقا اللي هو وجود الألفة والبيتا، وإنما يأخذ شكل معقد، يعني شكل معقد بالتركيب مالته، بل حتى الشيب مالته راح يأخذ باتجاه كيرف، راح باتجاه كيرف أو التركيب مالته يكون لانجماير، منحنى معقد بالتفاصيل. ولذلك تشوف التفاعل هذا اللي أمامنا اللي هو التفاعل الأول، أوكي، يتفاعل عندي أحد المواد العضوية ويعطيني غاز الميثان وثاني أول أكسيد الكربون. شوف الباور مالت المادة المتفاعلة C، هذه الباور مالتها، هذه الباور مالتها واللي أعتقد مادة الميثانول، راح تعطيني الباور هو 3/2 كسر. هذا هو التعقيد بال، يعني ليس الان واضحه مثل الان 1/2 كنا، وانما الان مالتنا هنا نتحدث عنها عن كسر اللي هو 3/2 اللي هو 1.5، وهذا يعقد المشهد اللي، ولذلك هذا التفاعل هو النون اليمنتري رياكشنز. بعد اكثر المعادله الثانيه اللي امامي اللي تمثل هذا الكسر بسط ومقام هذا التعقيد اللانجماير شيب، معادله لانجماير واضحه هنا عندي في تفاصيل هذا التفاعل، تفاعل مادة الكيومين تنطيني بنزين وبروبيلين، أيضا هذه هي نون إليمنتري رياكشنز. وأكو تفاعلات حقيقة نتحدث عنها في الفصل الثاني اللي ما يخص الأنزيمايتك رياكشنز اللي تخص القضايا البيولوجية والتفاصيل الخاصة بها. فإذا الإليمنتري رياكشن صارت واضحة عندي التفاصيل الخاصة بها والتفاصيل اللي تحدث عنها، وتحدثنا عنها بالسلايدات السابقة اللي هي الإليمنتري قلنا تكون بسنجل رياكشن ستيج، وهذه وضحت عندنا الفكرة وغطيناها به. والنون إليمنتري كأمثلة عنها قلنا تأخذ شكل معقد، وهذا الشكل المعقد مثل ما نشوف هذا التفاعل اللي أمامنا، أيضا تفاعل بالهيتروجينيوس رياكشنز اللي هو غاز سوليد كاتالايزد رياكشنز، اللي هو تفاعل الهيدروميثيليشنز أوف تلوين، تفاعل معقد هذا، وهذا أكيد ما راح يخضع للباور لو إكويجنز مالتنا للريت مالتها، وإنما الريت نشوف إنه مأشر عليها باللون البنفسجي، إنه البارشر بريشر كلش مؤثر، والتفاعل هو طور غازي، وأصبحت الحدود اللي نتحدث عنها هي بدلالة البرجر أكثر مما بدلالة الكونسنتريشن، وهذا راح نلاحظها بأغلب التفاعلات لما يكون التفاعل هو بالطور الغازي، يكون الفوكسنج أوف الكونسنتريشنز، ما راح نتعامل مع السي كونسنتريشن بالتفاعلات الغازية، وإنما نتعامل مع البرجر اللي هو البارشر برجر، الضغط الخاص بهذا النوع. فهذا النوع من التفاعلات هو نون إليمنتري ريت لو في التفاعل. هذا مثال آخر أيضا عن النون إليمنتري رياكشنز اللي قلنا أيضا هذا التفاعل ثاني أكسيد الكربون وهي الكلورين، راح ينطيني كلوريد
مادة عضوية أساسية في التفاعل، وهذه المادة حقيقة الغاز synthesis of الفوزوجين، مادة الفوزوجين هذه اللي تنتج عندنا راح تكون عندي واضحة أنه هي non-elementary reactions. تحدثنا أيضا عن موضوع الريفرسبل رياكشن، تفاعلات العكسية والتفاعلات اللا عكسية. الآن نتحدث عن موضوع الريفرسبل، التفاعلات العكسية، يعني المادة A والبي تتفاعل تعطيني C و D، نفس الوقت ممكن أنه C و D يتفاعلون يرجعون يكونون الـ A والـ B، وهذا هو التفاعل حقيقة يعني يسمى بالريفرسبل رياكشنز، وهذا يعتمد على ثرموديناميكية التفاعل، والعلاقة هي يجب أن ندرسها من الناحية الثرموديناميكية إلى أن نصل إلى ما يسمى بالإكوليبريم. والريت الثرموديناميك إكوليبريم ريليشنز راح تكون بهذا الشكل. هنا عندي الـ concentration مال المواد المتفاعلة على تراكيز المواد، سوري تراكيز المواد الناتجة على تراكيز المواد المتفاعلة، وراح نوضح هذا المفهوم من خلال المثال التالي. فإذا اعتبرنا عندنا مثال اللي هو combination of rate of reactions of 2 moles of benzene، عندي مادة البنزين 2 مول من أتي تفاعل to form 1 mole of hydrogen، يكون مول واحد من الهيدروجين، اوكي. وبنفس الوقت هذا التفاعل راح نختصره بالشكل التالي، باعتبار عندي الـ rate of reactions اللي تحصل عندي تفاعل هو عكسي، فالاثنين بي راح تكون تؤدي إلى الـ D زائدا الهيدروجين. The rate of disappearance of benzene، معدل اضمحلال البنزين راح يكون يساوي عندي الـ KB اللي هو الـ rate of reaction مال البنزين، ومضروب في الـ concentration مالته to power 2، إذا تفاعل درجة ثانية. أو لربما نقدر نكتبه بالشكل التالي اللي هو rate of benzene يساوي minus، باعتبار نقلنا الإشارة إلى الطرف الآخر ممكن نكتبها بهذا الشكل، وعليه الـ reverse rate of reaction between الثيوفينيل والهيدروجين اللي هي المواد الناتجة من التفاعل، أوكي، اللي هي المادة دي والمادة مادة الهيدروجين، راح يكون عندي التفاعل حقيقة بهذا الاتجاه اللي هو اعتبار اعتمدنا عن التفاعل العكسي على التفاعل العكسي، يعني عندي forward وعندي الـ reverse reaction، وعليه هو الـ K minus rate B، اللي الـ B هي indication إلى أن التفاعل ده يصير بالاتجاه المعاكس. فهنا نشوف التراكيز المضروبة يا تراكيز، هي تراكيز النواتج، باعتبار النواتج في هذه المرحلة أصبحت شنو؟ مواد كأنما هي متفاعلات دا ترجع بالاتجاه العكسي. فلذلك هنا الريفرس رياكشن هو راح ياخذ هذا الاتجاه، فصار عندي rate of B forward reaction اللي هي قلنا minus K minus RP يساوي KB في concentration B to power square، هذا هو في الفورورد رياكشن، بينما الار بي اللي هو الريفرس رياكشن هو الكي ماينس بي اللي هو مضروبه في الكونسنتريشن مال الماده دي ومضروب في الكونسنتريشن اوف هيدروجين. التعبير اللي أمامنا
هو الرياكشن ريت كونستانت وكيف حسابه، وذكرناه لربما في أول لقاء التقينا به. أيضا تحدثنا عن معادلة أرينيوس. أرينيوس كويجن من المعادلات المهمة لحساب الريت أوف رياكشن، والريت أوف رياكشن اللي هو قلنا function to temperature ودالة إلى الحرارة. فهذه هي معادلة أرينيوس كويجنز. الأي يمثل البري اكسبوننشال فاكتور اوف فريكوانسي فاكتور، والاي هي الاكتيفيشن انرجي بوحدات الجول لكل مول او الكالوري لكل مول، والار مثل ما متعارف عليه هو ثابت العام للغازات اللي معطى بوحدات مختلفه، لربما يكون 8.3 جول مول كلفن او بوحدات اخرى اللي هي 1.987 كالوري لكل مول كلفن. والتمبرتشر نتحدث عنها هي اللي يكون بالابسوليوت تمبرتشر بدرجة الكلفن بوحدات الكلفن. وأحيانا يعني كثيرة يعني نلجأ لهذه المعادلة حتى نحسب الريت اوف رياكشن اللي هو الكي اللي قلنا يعتمد اعتماد كلي على درجة الحرارة. والعلاقة بين التمبرتشر والريت كونستانت هي نقدر من خلال رسم التمبرتشر والتفاصيل حتى نوجد الكي اللي هي تفيدنا في معرفة الكاينتيك ومعدل سرعة التفاعل والريت اكويشنز. هذه السلايد ايضا هي نكمل حديثنا عن الارينيوس اكويشن اللي هي ممكن تفيدنا بشكل اساسي. فلذلك من الشكل اللي بالوسط اللي يمثل العلاقة، رسم العلاقة بين لين كي، لين ثابت التفاعل والواحد على التي، هذه راح تنطينا هذه العلاقة، راح تنطينا علاقة اللي هو السلوب. هذا السلوب مالتها هو الماينس الاي على الار، السلوب مالتها اللي يمثل من خلاله اقدر احسب الاكتيفيشن انرجي. وهذه الإكواجين اللي هي أرينيوس إكواجين اللي أمام الرسم اللي تحدثنا عنها، ممكن أعتبرها أو أحول الحد الرياضي مالتها إلى اللوغاريثميك تايب، فتصير عندي لين الكي أي يساوي لين الأي ماينس الإي على الآر واحد على التي. ولذلك إحنا رسمنا لين الكي، نرسم لين الكي ويا الواحد على التي حتى احسب الاكتيفيشن انرجي واقدر احسب بقية المتغيرات، ومن خلالها حقيقة يكون واضح عندي قيمتها. وهذه حقيقة تأتي من قيم تجريبية، يعني يجب ان يكون عندنا تجربة بالمختبر نحسب في كل مرة، نحسب التمبرتشر ونحسب الريت كونستانت، وهذه القيم هي راح تمكنني من رسم العلاقة، وهذه راح نشوفها من خلال أمثلة محلولة تخص هذا الموضوع. أشكر طلبتنا الأعزاء ونتمنى لهم الصحة والسلامة الدائمة لهم ولجميع عوائلهم ولجميع أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله بردا وسلام من هذه الأزمة الصحية، أزمة كورونا.